انتقلت الى عين المكان ولقيت روحي في قلب سيدي بوزيد في قلب المعمر. يعني بالصدفه لقيتها يعني خايضه، وثم تقريبا المدينه كلها محاطه بقوات الشرطه والشباب يعني يحب يعمل في مظاهرات الى اخره. فعندي كاميرا كالعاده، كاميرا مش كاميرا يعني مصوره بسيطه عاديه، بديت في نفس الوقت ناخذ في شهادات الحيه نتاع المحتجين والغاضبين وحتى الاعيان المدينه النقابيين والسياسيين، وفي نفس الوقت ناخذ في سيكونس نتاع ضرب وحرق عجالي ومشادات مواجهات الى اخره. هذا يوم 19 ديسمبر. من بعد رجعت لتونس وفي الليل وقتها هنا نسكن في العاصمة، عملت أول فيديو يعني تقريبا كامل لحقيقة ما وقع في سيدي بوزيد في ذلك الوقت. من بعد عرفت الأحداث يعني تطور نعرفوا الناس كل الاعتداءات يعني اللي صارت ضد المظاهرين في سيدي بوزيد، ثم في المدن والقرى المجاورة سيدي بوزيد، ثم في القصرين، وتالي خلتني نحاول نقوم بدور مواطن الاحتجاج على المواطن. فنسق مع عدد من الأصدقاء، نذكر من بيناتهم عزيز عمامي، نجيب، فيصل محمدي، باش نعملوا مسيرة تضامنية في تونس العاصمة تخرج عن المسيرات التضامنية كانت تصير في محمد علي ويتم بسرعة تطويقها، بشكل انه التونس هنا في تونس العاصمة ما يسمعوش، تلمدونا في ساحة محمد علي، يسكرونا البوليسية من المدخل نتاع الساحة، نتحاصروا غادي يضربونا نروح. ففي تقريبا في آخر شهر ديسمبر عملنا دعوة إلى مسيرة احتجاجية في باب الزيرة، والطريقة كان هي الفيسبوك، عملنا إيفنت مول قد تجاوب واستعداد إلى آخره. لكن نهارتها تم منع الناس الكل، أنا جوني الدار ما خلينيش نخرج، وتم يعني أي شخص متعدي غادي يضربوه. لكن كي شفنا من بعد في نفس ذلك اليوم، لأنه ثم عباد اللي أنا شخصيا استغربت أصلا تواجدهم، يعني عباد لا علاقة بالسياسة، نتذكرهم أنا كانوا آخر اهتماماتهم بالسياسة، وكتبوا اللي أنهم حاولوا يمشيوا البوليسية معناهم، فزادت الحماسة متاعي. ناقشت أنا وعزيز إذا نعاودوا فكرة نفس الفكرة في مكان آخر مفتوح، ما نجموش يحاصرونا فيه البوليسية ونسعى. فكانت يعني المسيرة اللي عملناها في الباساج تحت الجمهورية، واللي جاء فيها تقريبا ما بين 200 و 300 شخص، وعرف نجاح لأول مسيرة تقع في تونس في عهد بن علي ما يكونش الداعين لها لا أحزاب لا نقابات وجمعيات، أول مسيرة عفوية 100%.